بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وحلقه جديده من برنامج الترند. حلقه النهارده بالتاكيد حلقه مهمه جدا لان بالتاكيد عندنا متابعه حيه لمراسم قرعه بطوله كاس العالم للانديه حدث استثنائي الكل بالتاكيد بيتابعه جماهير الكره المصريه بشكل عام وجماهير النادي الاهلي بشكل خاص في كل مكان في العالم. النهارده النادي الاهلي ومن خلال قرعه كاس العالم في زيورخ بسويسرا بالتاكيد هنعرف في المشاركات والمباريات ومين هيكون في مشوار النادي الاهلي مع انطلاقه البطوله يوم 4 فبراير القادم. حدث استثنائي جماهير النادي الاهلي النهارده بالتاكيد بتلتف بالتاكيد حول مراسم القرعه ويجب على جماهير النادي الاهلي خلال هذه الفتره ان تسعد بفريقها وان تسعد بالنتائج التي تحققت خلال الفتره الاخيره عندنا كاس عالم عندنا حدث كبير العالم كله بيتفرج على النادي الاهلي وهي المشاركه السادسه للنادي الاهلي في كاس العالم ارقام قياسيه وممكن كمان تحقق ارقام قياسيه عديده خلال الفتره اللي جايه ايضا النهارده كمان عندنا اكتر من حدث عندنا متابعه لتدريبات النادي الاهلي استعدادا لمباراه المأولين وطرحين سؤال في بدايه الحلقه طبعا النهارده وخلال الفتره الحاليه الكلام كله على القرارات الغريبه التي صدرت بالامس من اداره المسابقات بخصوص ايقاف محمد الشناوي لذلك طرحنا النهاردة سؤال استطلاع رأي لكل المشاركين سواء الأهلوية أو كل اللي بيحبوا يتابعونا في كل مكان تعليقكم أو رأيكم على قرار اتحاد الكره بايقاف محمد الشناوي. شاركوا معنا من خلال صفحات القناه عبر السوشيال ميديا صفحه الفيسبوك وتويتر وانستجرام وفي الفقره الاخيره هنستعرض اكبر قدر ممكن من ارائكم ومشاركتكم على هذا القرار اللي بالتاكيد اثار ضجه كبيره في الوسط الرياضي لاسباب كثيره سنسردها في الفقرات القادمه من برنامج الترند وهنتكلم بالامور المنطقيه واللائحيه والقانونيه خاصه النادي الاهلي لا يتحدث الا لما يكون لديه حق وهناك سند قانوني ولائحي في هذا الموضوع، لكن سريعا ندخل في تفاصيل الحلقه واهم عناوين حلقه النهارده. نبدا حلقتنا بالتاكيد في ترند الاهلي اليوم قرعه كاس العالم للانديه. كمان في ترند الاهلي غياب وليد سليمان عن مونديال الانديه. وفي الترند العالمي صلاح يطالب بعقد جديد مع ليفربول طيب النهارده في مجموعه من المباريات سواء طبعا كاس العالم لكره اليد اللي مهتمين بيه بشكل كبير جدا والعالم كله انظاره على كاس العالم لكره اليد لكن ايضا كمان النهارده في احدى مباريات الدوري العام في هذه اللحظات وانا معاكم على الهواء مباشره الزمالك بيلعب مع نادي الجونه وما زالت طبعا المباراه لسه في بدايتها والتعادل السلبي بين كلا الفريقين، لكن كاس العالم لكره اليد طبعا متابعه حيه جدا والعالم كله انظاره تجاه مصر في هذه البطوله الكبيره، الساعه 4:30 يمكن من نص ساعه اليابان كانت بتلاعب انجولا والشوط الاول طبعا منذ لحظات قليله اليابان متقدمه على انجولا 14 12 لكن في اربع مباريات في توقيت واحد البحرين هيلعب مع الكونغو الديمقراطيه كرواتيا هتلعب مع قطر اوروجواي طبعا في مباراه مع كاب فيردي لكن طبعا عارفين ان كاب فيردي كان عنده مشكله في مساله الاصابات الكورونا اسبانيا مع تونس الساعه 7 والساعه تسعة ونص في ثلاثه مباريات الدنمارك هتلعب مع الارجنتين البرازيل هتلعب مع بولندا وفي الختام مباراة قوية جدا ألمانيا مع المجر طيب في مباراة الدوري الإنجليزي والمنافسة قوية في الصدارة لكن النهاردة عندنا مباراتين الساعة 8 واستهام يونايتد هيلعب مع ويست بروميتش والساعة 10 وربع ليستر سيتي في مواجهة مع تشيلسي أيضا مباريات اليوم في الدوري الأسباني في ثلاثة لقاءات الساعة 8 في مباراتين في توقيت واحد قادش هيلعب مع ليفنتي وبلد الوليد هيلعب مع إليتشي وفي الختام الساعة 10 ونص دي بورتيفو الفيش هيلعب مع اشبيليه. طبعا كلنا كنا بنتابع مباراة كاس ملك اسبانيا ما بين اتلتيكو بلباو والريال وبرشلونه، لكن طبعا الزعيمين الكره الاسبانيه الريال والبرسا خسروا كاس ملك اسبانيا، لكن ما زالت هناك مباريات في الدوري في الفتره القادمه، واتلتيكو مدريد متصدر المسابقه بشكل كبير. اخرج الى فاصل وبعد الفاصل عندنا تفاصيل اكثر وموضوعات مهمه جدا، ولكن بعد الفاصل في فقره ترند تريند اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند تريند. الترند. ترند الترند النهارده بنتكلم في موضوعين طبعا ترند الترند لازم يكون موضوعات شغل الراي العام الموضوعين اللي هنتكلم فيهم اول موضوع طبعا لغايه لما القرعه يعني تستكمل في هذه اللحظات وانا معاكم على مباشره لسه مراسم القرعه شغاله فبعد لحظات هنعرف بالظبط المواجهات خلال الفتره الجايه والاهلي هيبدا بمواجهه مين في كاس العالم للانديه لكن لغايه لما تخلص مراسم القرعه ونعرف المباريات ابدا بالحديث على الحدث الابرز وكان ترند عبر السوشيال ميديا خلال الساعات الاخيره وتحديدا بعد قرار اتحاد القرى بالامس اللي صدر بعد ساعتين من بيان النادي الاهلي او خطاب النادي الاهلي اللي ارسله لاتحاد القرى واعلنه لكل وسائل الاعلام بخصوص القرارات الغريبه اللي بتصدر من الحكام في مباريات الدوري بالمناسبه مشكله الحكام او مشكله التحكيم في مصر هي مش مشكله داخليه لا هي مشكله داخليه وخارجيه لازم الناس تبقى عارفه ان التحكيم في مصر في مشكله وفي معاناه والردود الافعال ما بتبقاش داخل مصر فقط لا في للاسف بعض المباريات خارج مصر بيبقى فيها ازمات تحكيميه قدر إمكانها بنحاول ندافع عن حكامنا لكن لناس تاخد بالها والمسؤول عن التحكيم في مصر لازم ياخدوا بالهم ان المشاكل مش داخل مصر بس لا داخل مصر وخارج مصر ومنظومه التحكيم تحديدا محتاجه اعاده نظر واعاده هيكله وتثقيف الحكام وتدريبهم ومحاضرات ومراقبين يكونوا بعيدين عن لجنه الحكام عشان الناس تراقب بشكل عملي صح وتكتب تقارير تكون في صالح الحكام عشان الحكام تعرف اخطائها فين وتعالج ده، ده اولا لان احنا بنتكلم على مصلحه الحكام وبنتكلم على مصلحه التحكيم لان احنا بيهمنا ان التحكيم المصري يكون رقم واحد في افريقيا، التحكيم المصري يكون له دور كبير في افريقيا، ما يكونش كل مره مباراه داخل مصر وتحديدا مع الاهلي او مباراه خارج مصر في افريقيا وبنلاقي اخطاء تحكيميه او ردود افعال كبيره جدا على الاخطاء التحكيميه اللي البعض ممكن يقول لك لكن ما تبقاش وارده بهذا الشكل الكبير وكما وصفها بالامس خطاب النادي الاهلي اخطاء للأسف بتؤثر في نتائج المباريات وتحديدا مع النادي الاهلي لكن الجزء بقى المتعلق بالناحيه القانونيه واللائحيه اللي طالما في اداره للمسابقات طبعا انا ما عنديش معلومه هل في لجنه هل في رئيس للجنه هل الاداره من الموظفين هم اللي لهم الحق ان ياخدوا القرار لغايه اللحظه دي اليه اتخاذ القرار ومن ساعه ما اتكلمنا في الجزئيه دي امبارح والكل شرح هذه الجزئيه اليه اتخاذ القرار فيها مشكله وبالمناسبه الشناوي ممكن يكون مخطئ والنادي الاهلي يوافق على القرار لكن بشرط ان تكون اليه اتخاذ القرار ويكون القرار اتخذ بشكل قانوني سليم وصحيح ما يكونش القرار فيما معناه زي ما بنقول باللغه الدارجه في الاعلام او في الصحافه القرار مطبوخ او القرار متطبخ وخارج بشكل مش قانوني ولا سليم ليه ليه مش قانوني ولا سليم اولا هل في لجنه مسابقات محدش عنده معلومه لان بعد استقاله مازن مرزوق ما تعرفش هل في مدير للمسابقات حاليا ولا لا هل اداره المسابقات مخول لها ان تتخذ هذه القرارات خاصه الاداره مش مجرد اعضاء دول موظفين داخل اتحاد الكره عمرهم ما قرارات في المباريات ثالثا جرى العرف او دايما على مدار العمل داخل اتحاد الكره لجنه المسابقات او اداره المسابقات ما بتاخدش قرارات في المباريات الا ما بتنتهي الجوله بالكامل عشان تنظر في كل تقارير الحكام وتتخذ على اساسها القرارات في نهايه الاسبوع وقبل بدايه الاسبوع الجديد، لكن ده الاسبوع لسه بيتلعب وقرار في مباراه واحده للاعب واحد وكان الاهلي كان عنده مباراه النهارده كان لازم يطلع القرار امبارح، رغم ان في مباريات سابقه بالمناسبه كانت المباريات بتتلعب وبتاخر القرار مباراه واثنين وممكن يتاخر القرار اسبوع واثنين كمان. فآلية اتخاذ القرار محدش عنده معلومه اليه اتخاذ القرار كان ازاي؟ القرار صدر بسرعه وده عمره ما حصل قبل كده ان الاداره تجتمع عشان تاخد قرار في لاعب وفي مباراه ولسه في مباريات متبقيه. في نفس الجوله ما مش معقوله اللجنه او الاداره هتجتمع كل يوم عشان تنظر في تقرير وتاخد قرار كان دايما بيستنوا كل التقارير اللي ما لهم حتى لو بتتبعت على السيستم وبعد نهايه الجوله بتتخذ القرارات حتى لو المباريات في اليوم التالي للاسبوع الجديد. الحاجه الثالثه واللي كانت غريبه بالنسبه لنا وهي متعلقه بقى بالقرار اللي صدر بخصوص ايقاف محمد الشناوي اربع مباريات. كان دايما زمان لما كنا بنتكلم مع اعضاء لجنه المسابقات بنقول لهم ازاي الحكم ادى للاعب كارت احمر أو إنذار تاني والمسابقات ما خدتش قرار، فيقول لي أصل للأسف تقرير الحكم ما ذكرش الوقائع اللي حصلت معاه واللي على أساسها خد قرار إداري، فإحنا دايماً بنطلب من لجنة الحكام إنها تعمل محاضرات تثقيفية للحكام عشان تقول لهم لما تاخد قرار إداري لازم تذكر تفاصيل القرار الإداري في التقرير عشان على أساسه أنا كلجنة أو أنا كإدارة أطبق لائحة المسابقات. لأ الجديد بقى وده بقى خارج عن النص وما حصلش قبل كده ومش في المنهج وبصراحة أنا على مدار 15 سنة في المجال ده اول مره اشوفها ان حكم تكون المشكله معاه هو بشكل شخصي مش خناقه لعيبه وما شافهاش فكتب تقرير بناء على ان اتقال قبل كده لا ده الحكم في الواقع نفسها شاف الواقع وما اتخذش فيها اي قرار اداري لا انذار ولا انذار تاني ولا كارت احمر ولا اي قرار اداري معنى انه ما اي قرار اداري يبقى شايف ان الواقع او الديالوج الحوار اللي كان بينه وبين الشناوي او حتى الشناوي لما مسكه من ايده عشان يتكلم معاه هو شايف ان هو في سلوك غير رياضي طب انا ازاي اكتب تقرير ان ده سلوك غير رياضي ما انت كحكم ما قرار في الملعب يعني هو اتعملت العكس كان دايما يتقال لك الحكم لو خد قرار اداري لازم اكتب تقرير بده عشان اخد قرار لكن كان المره دي بجد جديده يعني المره دي احنا بنسلك منهج جديد في تطبيق اللوائح وفي مباريات الدوري المصري بجد خارج المنهج ان قرار اداري ما اتخذش وبعد كده اكتب تقرير ما عرفش. أنا أتمنى حد يطلع يترجم لنا الكلام ده حصل إزاي، يعني عندكم ميسي في نهائي كأس أسبانيا خد كارت أحمر اتكتب تقرير النهارده توقف، ده الإطار الطبيعي والتدريجي في اتخاذ القرارات، ممكن تشوف الشناوي أخطأ في المباراة وتديله كارت أحمر وتكتب تقرير ويتوقف أربع مباريات، هنا الطريق القانوني سليم، لكن الطريق القانوني اللي اتخذته إدارة المسابقات في هذا الأمر غير سليم، وأنا هنا بوجه سؤال الحكم مش هيتكلم بس هوجه سؤال لصاحب القرار لان احنا ما نعرفش مين برضه لغايه دلوقتي مين صاحب القرار او صاحب الاختصاص باتخاذ هذا القرار هل الحكم كتب تقرير طب لو الحكم كتب تقرير لجنه الحكام هتستدعيه وتعمل معاه تحقيق ولا مش هتعمل طب القرار ده بالمناسبه لما اتخذ اربع مباريات طبقا للائحه ما اقدرش استانف على القرار يعني اربع مباريات ده من ست مباريات ما اقدرش استانف على القرار زي قرارات الاتحاد الافريقي بيقول لك لو لعيبه وقف ماتش ما تنفعش تستانف اه تتظلم قدام نفس الجهه اللي خدت القرار بس قد تتخذ نفس القرار وتعتمده او تلغيه، لكن لو لغيته مثلا برضه عايزين نعرف هو في تقرير اتكتب فيه التفاصيل دي ولا ما فيش تقرير اتكتب فيه التفاصيل دي؟ طب الحكم مثلا نفترض ما كتبش تقرير نفترض مثلا ما كتبش تقرير وما خدش قرار اداري في الملعب. طيب إدارة المسابقات هل ممكن تكون اعتمدت على شريط المباراة؟ طبقا للائحة ليس من اختصاصها. يعني الحكم لو ما كتبش في تقرير وإدارة المسابقات خدت من شريط المباراة ده مش من اختصاص إدارة المسابقات. اداره المسابقات بتاخد بناء على تقارير اللي متقدمه من الحكام ودايما الحكام بياكدوا على حكامهم لجنه الحكام بتاكد على حكامها لما يبقى في قرار اداري خدته في الملعب ارفق ده بتقرير وبالمناسبه ده اللي عمل ازمه في اول جوله في الدوري في مباراه بيراميدز والاتحاد السكندري لما كانت مباريات الاولى في الدوري طبعا حصل قرار غريب جدا الحكم محمد الصباحي ادى رمضان صبحي انذار تاني فبالتالي كارت احمر هتكتب تقرير ما كتبش تقرير فتوقف مباراه واحده تبقى للائحة هنا الناس عارفه بتكتب ايه عشان القرار يبقى ايه فبالتالي موضوع الشناوي ماشي ممكن يعدي ونشوف الفتره الجايه هيحصل ايه عشان نعرف اليه ده بس مش هيعدي آه عشان الناس تبقى فاهمه الكلمه مش هيعدي بمعنى ان احنا نتغاضى عن القرار لا يعدي عشان نفهم القرار ده اتخذ بناء على ايه لان لسه الدور طويل تمام عموما هرجع للجزئيه دي لكن انا عايز اقول معلومه مهمه جدا في هذه اللحظات ومراسم القرعه طبعا لسه بتتم في هذه اللحظات النادي الاهلي في مواجهه الدحيل القطري يوم 4 فبراير في افتتاح مباريات كاس العالم للانديه، منذ قليل طبعا اجريت مراسم القرعه والاهلي في مواجهه الدحيل، الفائز ما بين الاهلي والدحيل القطري سيواجه بايرن ميونخ طبعا بطل دوري ابطال اوروبا في مباراه نصف نهائي كاس العالم للانديه، بصراحه مبسوط جدا بشكل القرعه، مش بتكلم على مستويات فنيه، بتكلم على مستويات انت كاهلاوي مبسوط لانك بتلاعب الدحيل منظم البطوله وكان طبعا بطل الدوري، وبعد كده عندك مباراه بايرن ميونخ، من دلوقتي اهو يا جماعه انسوا مباراه بايرن ميونخ، انت اساسك عندك مباراه الدحيل القطري، انا عارف السوشيال ميديا في اللحظات دي هتكتب ايه؟ الاهلي والبايرن والمباراه المرتقبه وي وي والكلام ده كله حصل نفس الموضوع في 2005 والناس قالت الاهلي هيلاعب ليفربول انت عندك مباراه الدحيل القطري الزملاء والاعزاء والجماهير والسوشيال ميديا انت عندك مباراه الدحيل القطري وبعد كده تبص بقى لمشوار البطوله لان ان شاء الله الفوز في اول مباراه على الدحيل انت خلاص قطعت نص الطريق ودخلت في غمار منافسات البطوله وتلعب على مباراه نصف النهائي مع مباريات او مباراه بايرن ميونخ باكد تاني بعد اجراء مراسم قرعه كاس العالم الانديه منذ لحظات قليله وطبعا اللي كان بيجريها مدير او نائب مدير المسابقات خيمي يرزا وايضا كمان في حضور اديجو بنجاليو ده طبعا حارس مرمى منتخب سويسرا السابق القرعه اسفرت عن مواجهه الاهلي للدحيل القطري يوم 4 فبراير والفائز بينهم سيواجه بايرن ميونخ على المقابل او في المقابل تايجرز بطل المكسيك هيلعب مع اولسن هوينداي بطل اسيا والفائز بينهم هيواجه الفائز ما بين بالميراس أو فريق سانتوس البرازيلي هذه المباراة اللي هتتلعب لسه يوم 30 في نهائي كوبا ليبرتادوريس طبعا نهائي كاس أمريكا الجنوبية. جمهور النادي الأهلي لازم يكون مبسوط وسعيد النادي الأهلي في قرعة كأس العالم الأندية. عندنا مباريات كبيرة عندنا مشاكل في بعض الحاجات داخل الدوري المصري لكن أكيد في متابعة حية وهنشوف الجديد خلال الساعات الجاية لأن في كل حال من الأحوال اللي حصل ده مخالف للايحة مخالف للقانون والمسابقة في أولها فلازم نعمل نقطه نظام عشان اللي جاي ما فيهوش اي هزار اخرج الى فاصل وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم باقي فقرات برنامج الترند اهلا بحضراتكم من جديد وبالتاكيد عندنا مجموعه من الاخبار لكن طبعا الخبر الابرز الاهلي في مواجهه الدحيل في افتتاح مباريات كاس العالم للانديه بالمناسبه جدول المباريات الساعه 4 يوم 4 فبراير هتكون اولى المباريات بين تايجرز المكسيكي مع اولسن هونداي الكوري على ملعب احمد بن علي بعدها مباشره الساعه 7:30 بتوقيت القاهره انا بقول لكم موعد المباريات بتوقيت القاهره 7:30 الدحيل هيلعب مع الاهلي على ملعب المدينه التعليميه. طيب الخاسر ما بين تايجرز واولسن هونداي الكوري مع الاهلي والدحيل هيلعب يوم 7 فبراير الساعه 5 على ملعب احمد بن علي ولكن المتاهل من مباراه تايجرز واولسن كوري هيلعب مع بالميراس او سانتوس يوم 7/2 في لقاء نصف النهائي الساعه 8 مساء على ملعب المدينه التعليميه والفائز ما بين الدحيل والاهلي هيلعب يوم يوم 8 فبراير مع بايرن ميونخ الساعه 5 مساء على ملعب احمد بن علي ثم مباراه المركز الثالث والرابع والمباراه النهائيه يوم 11 فبراير مباراتين على التوالي تحديد المركز الثالث والرابع الساعه 6 والمباراه النهائيه الساعه 9 على ملعب المدينه التعليميه طبعا القرعه النهارده كان بتجرى من خلال نائب مدير المسابقات في الاتحاد الدولي خيمي يارزه وكان بتقدمها جيسكا ليبرس وطبعا شارك فيه سحب مراسم القرعه حارس مرمى منتخب سويسرا السابق دييجو بنجليو طبعا حارس مرمى كبير في منتخب سويسرا خلال السنوات السابقه. الاهلي النهارده بيعود للمشاركه في كاس العالم للانديه بعد غياب سنه سبع سنوات طبعا اخر مشاركه كانت في 2013 البطوله اللي اقيمت في المغرب تحديدا في مدينتي مراكش واغادير. الاهلي شارك في كاس العالم طبعا دي للمره السادسه لعب قبل كده خمس مرات اكثر الفرق المشاركه من القاره الافريقيه الاهلي تاهل لهذه البطوله بعد الفوز على نادي الزمالك في النهائي الشهير بهدفين مقابل هدف بيعد طبعا النادي الاهلي هو ثاني اكبر الانديه مشاركه في كاس العالم الأندية بعد اوكلاند سيتي النيوزيلندي اللي انسحب النهارده او انسحب من هذه البطوله اكبر انجاز حقه الاهلي كانت الميداليه البرونزيه عام 2006 على حساب كلوب امريكا بطل المكسيك، إن شاء الله تكون مشاركة طيبة وجيدة، وقلت وأكدت أولى المباريات مع الدحيل القطري، نخلص مشوار أو مباراة مباراة، ونبدأ نركز في باقي المشوار وباقي المباريات، أنا عارف الناس كلها عندها اهتمام كبير جدًا تشوف الأهلي في المونديال، في كأس العالم، بطل إفريقيا نادي القرن أكيد هيشرف الكرة المصرية بإذن الله في هذه البطولة الكبيرة. طيب، النهارده كان في تدريب استعداد لمباراة المقاولين العرب، نرجع شوية للشأن المحلي، وازاي الاهلي بيستعد للمباريات المحليه الجهاز الفني على طول اغلق ملف مباراه طبعا البنك الاهلي بعد التعادل السلبي في هذه المباراه وما صاحبته طبعا هذه المباراه من قرارات غريبه لكن عندك استعداد لمباراه المقاولين المقاولين بعد نتائج سلبيه فاز على الاسماعيلي بقياده عماد النحاس عنده استعداد طبعا مختلف مباراة الاهلي والنهارده كان في تدريب في تفاصيل كتير وفي اخبار كتير لذلك اذهب مباشره الى ملعب مختار التتش بالجزيره مع الزميل العزيز فاروق صلاح عشان عنده كل التفاصيل ويطمنا على مجموعه الاخبار اللي موجوده معانا النهارده خاصه النهارده في كذا معلومه لكذا لاعب محتاجين نعرف تفاصيل اكتر من خلال زميلنا فاروق صلاح مساء الخير يا فاروق مساء النور عليك يا زميلي العزيز محمد سعيد كل التحيه ليك وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان طيب اسمع منك الاخبار الرسميه والاعلانها النهارده النادي الاهلي او جهاز الكره بتاعه الكابتن عبد الحفيظ مساله غياب وليد سليمان لا قدر الله هتبقى الغياب فتره شهر ممكن ما يكونش موجود في كاس عام الانديه لان المده هتكون طويله محمد مجدي قفشه في كلام ان هو تعرض لكدمه خلال تدريب اليوم عايزك تطمنا عليه وباقي الاخبار المتعلقه بتدريب النهارده قبل مواجهه المولين يوم الخميس اللي جاي ان شاء الله خليني يا محمد في البدايه اخد من كلامك ان بالفعل يعني النادي الاهلي النادي الأهل والجهاز الفني اغلق صفحه مباراه المباراه الاخيره امام البنك الاهلي ولكن مع الوقوف على بعض الايجابيات والسلبيات وكانت يعني من النقاط المهمه جدا ان مستر بيتسو موسيماني في حديثه النهارده في اجتماعه مع اللاعبين ان هو عرض بعض لقطات الفيديو للاعبين وبعض الاخطاء اللي وقع فيها لاعبي النادي الاهلي في اللقاء الاخير يعني الفريق اغلق صفحه اللقاء من حيث من حيث النتيجه والتركيز في المرحله القادمه لكن هناك بعض الايجابيات والسلبيات اللي مستر بيتسو موسيماني حرص ان هو يتكلم فيها مع اللاعبين تجنب بعض الاخطاء اللي الفريق وقع فيها في هذا اللقاء ايضا يعني كان جزء منه كمان ارتكز النهارده في التدريب على كيفيه ضرب التكتلات الدفاعيه وتنويع الاختراقات سواء من العمق او من عن طريق اطراف الملعب تركيز شويه على اللعب ما بين الخطوط وما بين لاعبي الخطوط كانت من الامور المهمه جدا اللي مستر بيتسو موسيماني يعني كان حريص ان هو يتكلم فيها مع اللاعبين ايضا التحضير لمباراه المقاولون العرب مباراه مهمه جدا في مشوار النادي الاهلي طبعا احنا مقبلين على مرحلة صعبة محمد مباراة المقاولون ثم مباراة بيراميدز ثم خلاص يعني زي ما أنت استعرضت قرعة كأس العالم الاندية ومواجهة فريق الدحيل في المباراة الأولى مستر بيتسو موسيماني النهاردة يعني التدريب يعني انطلق المرام بجزء من الجانب البدني مع كابيلو مخطط الأحمال استغرق لمدة يعني أكثر من نصف ساعة تركيز برضو على بعض الجوانب البدنية للاعبين كانت معظمها بالكرة تعرف الإحماء أو الفقرات البدنيه النادي الاهلي بينوع فيها ان هي تكون بالكره ثم انطلق المران مستر بيتسو موسيماني والجانب الخططي اللي ركز فيه مع اللاعبين زي ما قلت لك يا محمد على كيفيه ان انا اضرب التكتلات الدفاعيه اللي يعني اللي نقدر نقول ان في مباراه البنك الاهلي يعني درس استفاده للفريق النادي الاهلي ان انا ازاي هواجه بعض الفرق اللي بتلعب بيه التكتلات الدفاعيه النهارده يعني نقدر نقول جونيور اجيبي يشارك في المران بشكل اكثر من من رائع، واحد من اللعيبه اللي خلاص النادي الاهلي بيستعيدها في الفتره الاخيره، عايز اطمنك على وليد سليمان يعني من ضمن الاخبار والكلام اللي قيل وصرح النادي الاهلي ان وليد سليمان اصيب بتمزق في العضله الخلفيه، يعني مده ال... مده ومدة الاصابه يا محمد مش هتقل عن اربع اسابيع يعني هي هتبقى من شهر لشهر ونصف، بدءا من الغد وليد سليمان هيبدا مرحله التاهيل والعلاج الطبيعي خلاص كابتن سعد عبد الحفيظ صرح لنا ان وليد سليمان مش هيبقى موجود مع النادي الاهلي في كاس العالم للانديه اعتقد يعني خساره كبيره للنادي الاهلي عدم وجود وليد سليمان واحد من العناصر المهمه لفريق النادي الاهلي لكن ان شاء الله نتمنى له كل التوفيق في الفتره القادمه ويعود بكل قوه للنادي الاهلي اطمنك على محمد مجدي قفشه يعني اثناء المران كان محمد مجدي قفشه شعر بكدمه كان في كره مشتركه وكدمه بسيطه لكن كان ليا حديث يعني فضل الجهاز الطبي ان هو يريحه من الاستكمال المران كان ليا حديث مع الدكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق اللي اتكلمنا على اصابه قال الامور كويسه ما فيهوش اي حاجه وان شاء الله هي كدمه بسيطه وان شاء الله من الغد يعني الام ما فيهوش اي مشكله من الغد من التدريب الاخير قبل مباراه المقاولون هيكون موجود في المران غدا بمشيئه الله انا اطمنك عليه الموضوع بسيط جدا ما فيهوش اي حاجه ان شاء الله قفشه هيكون موجود في المران غدا وان شاء الله هيكون موجود في قائمه النادي الاهلي المقاولون العرب خلال المران برضو يا محمد كان في تركيز من مستر رابيتسو موسيماني وجلسه كده اثناء المران يعني كان المران شغال ولكن استوقف هو محمد محمود عبد المنعم كهربا في حضور موسي محلل الاداء والدكتور عمرو محب يعني جلسه او تقدر تقول استمرت لاكثر من من سبعه ل 10 دقائق مستر بيتسو موسيماني كان بيدي تعليمات بعض الجوانب الخططيه لكهرباء في المران وايضا استغلاله في المرحله القادمه يعني حديث امتد لاكثر من سبعه دقائق او 10 دقائق مع بعض يعني الشرح انت عارف بلغه الكوره ولغه الاشارات يا محمد بتبان كان موسي برضو كان يعني مشارك في الحوار ان هو بيوضح بعض الامور لمستر بيتسون موسيماني والكهرباء سواء في الاختراقات اللي بتبقى عن طريق العمق او عن طريق آه ان انا بتطرف من خارج الملعب انت عارف يا محمد لغه الكوره ولغه الش... بتبان من النقاط المهمه جدا يا محمد اللي اتكلمنا عليها آه، العمليات اللي مستر بيتسو موسيماني حاول ينوع شويه بقى في الاثنين اللي بيلعبوا في خط الوسط يعني عمل تقسيمه بطول الملعب ما بين فريقين طيب شفنا ما بين آه، عمرو السليه اتفضل اجاي شارك في التقسيمه شارك في المران الجماعي ولا بيكتفي بتدريبات جس يعني حول الملعب بس يعني دخل في المران الجماعي تدريبات الكره عايز اطمن على الحاله اللي وصلها اجاي عشان امكانيه ضمه للقائمه النهائيه قبل 22 يناير لا بالفعل يا محمد زي ما وضحت لك ان جونيور اجاي شارك في المران وشارك في التقسيمه شارك في المران كاملا النهارده تمام اه وشارك في التقسيمه كامله وكان بعض 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 الامور لمستر بيتس موسيماني والتعليمات بيديها لجونيور اجاي لا يعني انا اطمنك ان جونيور اجاي ان شاء الله خلاص موجود مع فريق النادي النهارده من النقاط المهمه جدا ان هو شارك بصوره كامله في التقسيمه لحد نهايه المران يا محمد طيب زميلي العزيز فاروق صلاح انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والايضاحات من ملعب التتش والف مليون سلامة على وليد سليمان طبعا حظه سيء لم يشارك في نهائي افريقيا بسبب فيروس كورونا لم يشارك في مباريات كاس العالم او لن يشارك في كاس العالم للانديه بسبب طبعا اصابته في العضله الخلفيه يا جماعه الاصابه دي قضاء وقدر انت بتعمل اللي عليك لكن في النهايه الاصابه او ابتعادك عن الملعب بيبقى نصيب الكره في النهايه بتبقى نصيب ممكن تبقى طول الموسم غايب ربنا مقدر لك تبقى موجود في مباراه نهائيه تكون انت نجم هذه المباراه فالف مليون سلامه على وليد سليمان وبالمناسبه حدث ده نفس الامر في 2013 كان سيد معوض عامل موسم ولا اروع ولم يشارك في كاس العمل للانديه فنتمنى يا رب التوفيق للنادي الاهلي في البطوله والف مليون سلام على وليد سليمان وان شاء الله مجدي قفشه كمان هيكون موجود في التدريب غدا بالنسبه للمرحله القادمه اخرج الى فاصل وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم باقي فقرات برنامج الترند اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الاهلي ترند الاهلي عندنا مجموعه من المعلومات والتفاصيل وهنعرض مع بعض المحتوى اللي موجود عبر السوشيال ميديا لان عندنا شويه تفاصيل دقيقه شويه في مجموعه الاخبار اللي هنعرضها من خلال السوشيال ميديا، صفحه يلا كوره من خلالها على الفيسبوك قالوا ان في مصدر في الاهلي يلا كوره قال موسيماني يختار بين يومي 28 و 29 يناير للسفر الى قطر للمشاركه في كاس العالم للانديه، فحتى هذه اللحظه الميعاد الرسمي للسفر الاهلي لم يعلنه بشكل رسمي، لكن من خلال الرولز والتفاصيل والشروط اللي بعتها الاتحاد الدولي من خلال اللجنه المنظمه المحليه مع كل الانديه اللي هتشارك الموعد الرسمي لاستقبال الوفود وكل الأندية اللي هتشارك في البطولة بدءا من 30 يناير أي معاد قبل 30 يناير النادي بيخاطب اللجنة المنظمة مع الاتحاد الدولي عشان بيتم التنسيق في فكرة الأوتيل أو المكان فندق الإقامة اللي هتكون موجود فيه لأن فيه إجراءات احترازية على أعلى مستوى وإجراءات دقيقة جدا لو أنت وصلت يوم 28 في إجراءات معينة هتتم لو أنت وصلت يوم 29 في إجراءات دقيقة معينة هتتم من يوم 30 يناير أنت موجود مع الاتحاد الدولي لبدايه انطلاق هذه البطوله، لكن حسب المعلومات المتوفره غالبا قبل يعني المعاد الرسمي ب 24 ساعه النادي الاهلي هيكون موجود عشان كمان بعد ما توصل لمطار الدوحه هتوصل فندق الاقامه وهيتعمل لك مسحه طبيه ومش هتغادر الفندق او بمعنى ادق مش هتغادر الاوضه اللي انت هتكون موجود فيها لمده من 6 الى 8 ساعات لغايه لما تطلع نتيجه المسحه عشان تبدا تتعامل داخل الاوتيل او فندق الاقامه اللي هتكون موجود فيه خلال الفتره اللي جايه اجراءات احترازيه دقيقه جدا وبمعنى صح هتكون موجود ضمن اجراءات احترازيه بما يسمى الفقاعه الطبيه او الكبسوله اللي لك موجود داخل فندق الاقامه او تحديدا في ادوار محدده لن تغادرها ولن تطرقها الا من الفندق للملعب للتدريب والعوده من جديد وبالتالي موعد السفر والوصول والاجراءات اللي هتتم هتكون دقيقه جدا بالاتفاق مع الاتحاد الدولي لكن في كل حال الاحوال الاتحاد الدولي هيكون في استقبالك من يوم 30 يناير خلال الشهر الجاري. طيب نروح للخبر اللي بعتيه وهو متعلق بقى من حساب ماجيكانو على تويتر وبيتكلم على غياب عن نهائي افريقيا للكورونا غياب عن كاس العالم للاصابه بنتكلم على الحاوي كابتن وليد سليمان البطولات الكبيره بتبقى تكريم للاعيبه الاساطير اللي ليها تاريخ وجودك معانا كان هيفرق نفسيا وفنيا لكن انت كلاعب رصيدك مليان بطولات ومشاركات في كاس العالم قدر الله ما شاء فعل وما تعرفش الخير فين الف سلامه عليك يا حاوي ده كلام مهم جدا من صفحه ماجيكانو اللي بالتاكيد بتحب تغلف اسم الصفحه بشامبيونز اوف افريكا طبعا بطل افريقيا هو النادي الاهلي طيب نروح كمان لصفحه بطولات بيتكلموا عن الغياب المؤثر ولاء الحاوي وليد سليمان غياب الحاوي عن مونديال الانديه خساره كبيره للنادي الاهلي نتمنى عوده النجم وليد سليمان للملاعب سريعا خلال الفتره اللي جايه وزي ما قلت للاسف حصلت مع اكتر من نجم في فترات سابقه ابرزهم طبعا سيد معوض في بطوله 2013 لكن ان شاء الله باذن الله وليد سليمان يعني ربنا يعوضه خير الفتره الجايه ونشوف الاهلي في مشاركه جيده في بطوله العالم للانديه طيب نروح كمان بقى للاعبنا محمود كهربا اللي امبارح نشر ستوري على حسابه على الانستجرام و صورته مع محمد الشناوي وكتب عليها الاسد طبعا محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي الكل بيدعمه وواقف في ظهره نتيجه طبعا للقرارات الغريبه اللي صدرت من اداره المسابقات لكن في نفس توقيت يعني نشر هذه الستوري من محمود كهربا كان البعض بيحاول يقول اخبار غير صحيحه في هذا الشان مش هدخل في تفاصيل او في موضوعات لكن هو سبحان الله انت بتقول معلومه غير دقيقه وغير صحيحه اترد عليها حتى لو بدون قصد لان الانستجرام بالنسبه لكهربا كان بينشر الاستوري عشان يقول كلنا في دارك يا شناوي بالنسبه للمرحله الجايه لان القرار كان غريب ايقاف اربع مباريات قرار غريب جدا لكن سبحان الله انت بتنشر ده عشان انت من جواك بتشتغل بنيه صافيه ومفيش مشاكل ومفيش ازمات والبعض الناحيه الثانيه بيحاول يصدر اخبار ما بين السطور غير صحيحه وللاسف الرد بيجي له رد واقعي وعملي وبدون اي كلام عشان كده انا مش هعلق اكتر من كده لان الصوره افضل تعبير. طيب كمان معانا من بوابه الاهرام من خلالها على تويتر الحساب الرسمي بتاعها بيتكلموا على اتصالات ما بين الاهلي واتحاد الكوره بشان عقوبه الشناوي، النادي الاهلي بيطالب بالغاء العقوبه او تخفيفها على ادنى تقدير خاصه ان الحارس لم يرتكب خطا يعاقب عليه بدل عدم معاقبته من حكم المباراه في الملعب. انا اتكلمت في هذا الموضوع في الانترو وقلت في فقره ترند ترند الناحيه اللائحيه والقانونيه والاليات اللي على اساسها بيتخذ هذا القرار وقلت نقطه نظام من بدايه الدوري عشان بعد كده ما تتكررش تاني لان الموضوع ده لو عدى هتبقى فيها مشكله كبيره الموضوع ده لو عدى هتبقى فيها مشكله كبيره واليه العمل ما بين لجنه الحكام ولجنه المسابقات لازم يكون في اطار واضح في طريقه العمل والحكام اللي بينزلوا في المباريات لازم يشتغلوا طبقا للوائح لان الحكم ايا كان حكم كره شاطئيه حكم كره صالات حكم دوري هو ممكن يدير مباراة في الدوري بالمناسبه عشان البعض بيقول حكم صالات ما ينفعش يدير الدوري لا يدير وحكم شاطئيه يدير هو ما بيديرش مباراه دوليه يدير مفيش مشاكل حصل قبل كده كان شريف رشوان ومحمد عبد القادر مرسي ما كانوش حكام كره قدم دوليين كانوا شاطئيه وصالات وكانوا بيديروا لكن الحكم اللي بيشتغل في المباريات الكبيره زي دي لازم يكون عارف اللوائح كويس جدا ولازم يشتغل بشكل قانوني ولا إيه. طيب كلام مهم جدا في هذا الامر لكن بالطبع اخرج الى فاصل وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم باقي فقرات برنامج الترند اهلا بحضراتكم من جديد والفقره الاخيره من برنامج الترند وقتنا معاكم بيجري بسرعه لكن قدر الامكان هستعرض المشاركات واراء الجمهور بخصوص طبعا السؤال اللي طرحناه في بدايه الحلقه على رايكم على قرار اتحاد الكره بايقاف محمد الشناوي احمد وعمر محمد بيقول قرار ظالم احمد مصطفى بيقول قرار مش سليم طيب كمان اسلام يوسف بيقول ما عندناش مشكله في الايقاف لو اللاعب غلط يتعاقب المشكله في العدل ما توقفش لاعب في الاهلي اربع ماتشات ولاعب في فريق تاني ماتش واحد بس محمد عوض بيقول قرار قرار ظالم ويثير الريبه والشك من هذه اللجنه تجاه النادي الاهلي. طيب دي كانت مجموعه من الاراء والمشاركات بخصوص تعليقات الجمهور على قرار اتحاد الكره او تحديدا اداره المسابقات اللي اتخذتها بخصوص محمد الشناوي، واتكلمنا في تفاصيل واتكلمنا في موضوعات كثيره وهنشوف اللي هيحصل خلال ال 48 ساعه القادمه، لكن وانا بختم كلمه لجمهور النادي الاهلي في ثواني قليله. الاهلي في كاس العالم الانديه مباراه الدحيل والفائز مع بايرن ميونخ الالماني. لازم تكون فرحان لازم تكون مبسوط الاهلي في مكانه كبيره قوي 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 فلازم تكون مبسوط والفتره الجايه المباريات دي والاسماء دي مع الاهلي الاهلي هيلعب معاها لازم الناس تكون اجواءها والاتموسفير بتاعها مختلف عن المشاكل اللي موجوده في الدوري المصري لان الاهلي وصل لمرحله تانية خالص اعتقد رسالته وصلت لكل جمهور النادي الاهلي طبعا بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده وباذن الله نلتقي على خير في حلقات اخرى قادمه من برنامج الترند شكرا لحضراتكم والى اللقاء